اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الوطني كفاءات اردنيه، وكما عودناكم في كل حلقه نختار لكم الافضل والمميز. رحب معي في ضيف حلقه اليوم الاكثر تميزا الاستاذ ياسر ناصر عبد الحميد دعدوش، صاحب محلات كارلس. بدايه مساء الخير استاذ ياسر. مساء النور. مساء النور عمو. اهلا وسهلا. الله يرضى عليك يا عمو. اهلا وسهلا فيك وفي القناه. أستاذ ياسر، بالبداية بنحب نعرف السادة المشاهدين بحضرتك أكثر عن بداية مشوارك العملي، كيف بلشت عمو؟ تفضل. والله يا عمو أنا كنت بياع بسطف الحسين، منطقة جبل الحسين، والحمد لله رب العالمين عانينا على مدار هالسنين في منطقة جبل الحسين، وانت يعني بلا مؤاخذة بهالكلمة عمو مش غشيمة، طبعا احنا كنا ممنوعين في البسطات، كنا نعاني وعانينا منها فترات طويلة طويلة كثير. فبالنهاية الحمد لله رب العالمين الله يسر لي وأخذت هذا المحل واشتغلت وجهدت في هالدنيا والحمد لله رب العالمين أمورنا الحمد لله منيحة. طبعا أستاذ ياسر بشكرك على ما نحكي صراحتك وجرأتك في بداية مشوارك العملي. الآن نتحدث على الخدمات اللي بتقدمها، آلية العمل عندك المحل كيف بتتم؟ والله إحنا عمو إحنا بياعين ألبسة، عندنا احنا في بيع وشراء، احنا هون نشتري بضاعتنا من السوق، بناخذ بضاعتنا من الاسواق من هون، بناخذها مثلا في شيء بنحط عليها ربح رمزي وبنبيع والحمد لله امورنا يعني ماشي حالها. بنعاني احنا من من من, من ركود من ركود اقتصادي، احنا بنعاني والركود مش بس علينا، الركود على الكل. نعم هو بالتاكيد على الكل. نتحدث عن الاستيراد استاذ ياسر، من وين بتم؟ والله احنا غالبيتنا شغلنا هون، احنا بنجيبها من تجار من هون من عمان. من نعم. من محلي من محلي. نعم نعم ناخذها من هون. كيف عم تطور هذا القطاع، قطاع الالبسه، كيف بتشوفه تطوره من اي ناحيه؟ تطور القطاع بتشوفه بتقدم ولا عماله بيرجع لورا؟ لا والله عمو القطاع عماله بيرجع كثير لورا، بيرجع كثير كثير عماله بيرجع لورا. نعم نعم. نتحدث عن الصعوبات والمشاكل، الحلول من وجهه نظرك للمشاكل، تفضل. والله يا عمو الحلول انه هي حلول المشاكل انه الناس عمالها بتعاني من سعر القطعه، يعني في ناس في محلات تجارية للأسف بتحط مبالغ أو بتحط شيء كثير على القطعة، سواء كانت على بنطلون أو على قميص أو على بلوزة. فبالنسبة لنا إحنا كمناطقنا إحنا هون إحنا بنحاول نحط إشي رمزي على القطعة هاي. نعم. في ناس لا بتحط الدبل، وفي ناس لا تربح مرابح عشان تغطي التزاماتها، وطبعا في ناس إلها عذر وفي ناس ما إلها عذر. لا في ناس إلها عذر وفي ناس ما إلها عذر. بالتأكيد. نعم أستاذ، الآن نتحدث عن الرؤية المستقبلية في هذا المجال، إيش أطمح له قدام؟ والله يا عمو احنا بنطمح لقدام انه احنا نركز على 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 الصناعه المحليه. نعم. بالعشر سنين اللي فاتوا كانت معظم الناس معظم تجار الجمله يستوردوا من الصين، الان صاروا يجيبوا القماش من الصين، صاروا يشغلوا القطاع البلد هون، شغلوا المصانع اللي هون، شغلوا المشاغل الصغيره اللي هون، فهي عمالها بتنجح، رجعت يعني انا بحس عماله انه عمان قاعده بترجع عافيتها لزمن الثمانينات. زمن الثمانينات كانت زمن الثمانينات كانت المشاغل شغالة، أنا كنت خياط في الثمانينات، كنا شغالين على قطعة عمان وكنا مستفيدين منها، لما دخل علينا الاستيراد الصيني، الاستيراد الصيني خرب أشياء كثيرة، الآن إحنا عمالنا بيرجعوا لقطعة عمان لشغل عمان، وعندنا إحنا صناعة وطنية كثير ممتازة ومميزة. نعم. سواء في القسم الرجالي أو في القسم النسائي، كثير مميزة، وإحنا بالعكس أنا هذا الشيء بشجع عليه. نعم. أستاذ ياسر، الآن نتحدث عن الكادر اللي عندك، متى الدوام؟ من أي ساعة لأي ساعة؟ تفضل. الله يزيد فضلك عمو. والله إحنا عمو بنداوم من 10 الصبح لغاية الساعة 10 المساء بالليل. نعم. واللي بداوموا معاي هون معظمهم أولادي، ومعانا شاب شغيل بشتغل معانا هون، ويعني إحنا بنمر بفترة دوام مرهقة لكن نعم. لكن مضطرين. أستاذي، الآن نتحدث عن نعمة الأمن والأمان، مثل ما بتعرف في الأردن بنعم نعمة أمن وأمان لما يزيدنا عن باقي الدول، مثل ما بحكوا لك الأردن حديقة داخل حريقة، إيش بتعني لك هاي النعمة؟ والله إحنا بألف نعمة من ناحية الأمن والأمان، إحنا بألف نعمة وإحنا الحمد لله رب العالمين عمو، بالعكس هذا الشيء إحنا تميزنا فيه على مدار السنين اللي فاتت كلياتها والظروف اللي عمالها بتصير في الدول اللي حوالينا، كثير إحنا تميزنا فيها، إحنا بقيادة جلالة الملك أبو حسين الحمد لله رب العالمين، إحنا وفي قيادة الأمن وفي قيادة الجيش وفي قيادة الشباب الموجودة عندنا الحمد لله رب العالمين، إحنا مميزين بهاي الشيء والحمد لله رب العالمين، إحنا بنشكر جلالة سيدنا وإحنا خلف جلالة سيدنا في أي شيء هو بتصرفه، أي شيء إحنا خلفه. ليش؟ لأنه إحنا جربنا وشفنا الدول اللي حوالينا شو بتعاني من هذا الشيء ولوين وصلت الأمور. فأي إنسان بخاف على بلده، بخاف على عرضه،
بخاف على أولاده، بخاف على بناته، بخاف على أي شيء، لازم يمشي وراء جلالة سيدنا. ليش؟ لأنه إحنا اللي شفناه والانتهاكات اللي قاعدة بتتعرض لها الناس برا علمتنا درس، وأتمنى أنه الدرس هذا يكون للجيل اليوم ولشباب اليوم. نعم بالتأكيد، الله يديم علينا هاي النعمة يا آمين. رب. وطبعا تفضلت وحكيت أستاذ ياسر، فضل كبير لجلالة الملك القيادة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طبعا احنا بنتمنى السلام لجميع الدول العربية سواء فلسطين. أكيد 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 عمو، نتمنى هذا الشيء لكل دولنا، بالتأكيد. للشام، للبنان، للعراق، لفلسطين، لأي دولة. بالعكس احنا أساسا إخواننا، احنا مسلمين الحمد لله رب العالمين، وإذا بدنا نمشي بدنا نمشي على نهج سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين عمو، بنرجع للماضي وبنعرف كل كلمة حكاها. نعم بالتأكيد. الحمد لله. بشكرك أستاذ ياسر. أستاذ ياسر مثل ما بنعرف الملك قريب من الشعب، وأي شخص بتمنى رؤية جلالة الملك لو حلف كل حظ والتقيت فيه لبضع دقائق شو بتحب تحكي له؟ بحكي له إحنا خلفك يا أبو حسين، بأي إشي أنت بتسويه وبأي إشي أنت بتمشي واللي أنت بتشوفه صح إحنا ماشيين معك فيه. نعم. وإيديك التنتين يمين وشمال إحنا معك. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بشكرك أستاذ ياسر على اللقاء الجميل مع حضرتك. نهاية اللقاء بنحب نحدد للسادة المشاهدين أين موقع المحل وأرقام لهاتف التواصل. تفضل. إحنا موقعنا عمو بوادي السير، الميدان آخر موقف الباص، محلنا اسمه كارلوس، رقم تليفوننا 079 80 42 022. بشكرك مرة ثانية ويعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا عمو وأهلا فيك وبقناة جوسات. أهلا فيك. أهلا وسهلا. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نتقدم بجزيل الشكر العرفان أستاذ ياسر دعدوش على تواصل دعم هذا البرنامج. بشكرك عمو ويعطيك ألف عافية. الله معك يا عمو، الله يعطيكم العافية، والشباب ما شاء الله عليكم، الله يعطيكم ألف عافية. هذا الأردن أردننا وأغلى من الروح ترابه.